حتى القلب كده. ونفهم من هنا الحرير الطبيعي. يبقى الحرير الصناعي لا يحصل. يبقى نفهم من هنا الحرير الطبيعي. الفرق بين القز والحرير. القز اللي بيخرج مش شرنقة. شرنقة تخرج منه حية. لكن الحرير ده بتموت وتتركه منسوبة. خدت بالك؟ ياخذ بعد كده وينسوبه. في الإبريسم برضو من نوع الحرير، كل دي أنواع حرير، حرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي يبقى لا يحرق، حرير صناعي لا يحرق، ودلوقتي معظم الكرافتات تلاقي فيها حرير صناعي بيلبسها الرجالة، مش مشكلة. إيه اللي إذا كان مكتوب عليها؟ الحرير، لو مكتوب عليها ناتشرال سلك، حرير طبيعي، إذا كانت أربع صوابع تحرير. أربع صوابع. خدت بالك؟ أكثر من أربع صوابع لا. واضح؟ ليه؟ لأن النبي أجاز الأربع أصابع علشان كانوا بيكفتوا بيها حروف الجبة عشان تبقى حنينة على الرقبة. الجبة تبقى صوف، تيجي تحطها على الرقبة تولعها. يقوموا يلفوا إيه؟ الحروف بتاعتها بكنار من حرير، يقوم اولا يحفظها من انها تتقطع، ثانيا يعين على تحملها لانه اللي بيلمس الجلد. واضح؟ وكان زمان الجبه تتعمل بالطريقه دي، صبعين لاربع اصابع، كويس، يكسطوا بيه حروف الثوب او الجبه او الجيب، الجيب اللي هو ايه ما يدخل منه الرقبه. يبقى لو كان أربع أصابع مفيش مشكلة. طيب، بيقول هنا إيه في حالة الاختيار؟ كلام الفقهاء ده مهم، كل كلمة لازم تقف عليها. الفقيه كده مش بيلعب، ده كلامه موزون زي الجواهرجية، كل كلمة وراها حكاية، مش قاعد يهرج. مش قصة النبي محفوظ هي. فهمت ازاي يقعد يوصف لك شعر المحبوبة لمدة ثلاث صفحات؟ لا مش كده، كتب الفقه حاجة ثانية، علم. كل كلمة محسوبة، خدت بالك؟ فيقول لك إيه؟ في حالة الاختيار. يعني لو كان مكرهًا أو في حالة الضرورة يبقى إيه؟ يرفع عنه. خدت بالك؟ وكذا يحرم استعمال ما ذكر، مش اللبس بقى بس، على جهة الافتراش. انت عارف حديث مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول حرم علينا ايه؟ المياتر. عارف انت الحديث ده؟ المياتر كان عبارة عن مطرش من حرير يتحط على البردعة او على السرج، يقوم يقعد عليه الفارس ايام النبي، يسموه مياتر، وكانت تبقى معمولة بالارجوان الحرير الاحمر، وكان يركبها الفرسان النبلاء يعني، اللي هم يدل على العظمه يعني. النبي نهى عن هذه المياسر للرجال، فالمياسر هي المفارش الحرير التي كانت توضع على البرادع او على السرج، فالبردعه هو ما يوضع على الحمار، والسرج هو ما يوضع على الفرس، والرحل هو ما يوضع على الابل، الجمل، كل حاجه ليها اسم. فاذا ارتطها بايه؟ بميثره او ميثره، يبقى ايه؟ دي عباره عن مفرش حرير، نهى النبي عنها. كويس؟ يبقى كذا يحرم استعمال ما ذكر على جهه الافتراش، وبرضه ما تبقاش مخده ولا تبقى وسادة استند عليها اتكي عليها، كل ده منهي عنه. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهه الافتراش وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. طيب، يستثنى من تحريم الحرير امور. خد بالك بقى من الحته دي، اصل كل حكم لازم تعرف استثناءاته ايه علشان تبقى فقيه، مش تضرب وخلاص كده. كيس المصحف،
لو عملت كيس حرير لتعظيم المصحف وتعظيمه فلا بأس، لكن ما ينفعش كيس للدنانير حرام. المصحف غير الدنانير، يبقى كيس المصحف لو حرير طبيعي جائز مفيش مشكلة، ويكون ايه مصحف ده بتاع راجل مش بتاع ست. لكن لو كيس دنانير حرير لواحدة ست مفيش مشكلة، ما عندناش مشكلة لأن الستات بتستعمل حرير، واضح؟ لكن لو كان كيس فلوس لراجل وعامله حرير هنا يبقى فيه مشكلة، لكن كيس مصحف لراجل مفيش مشكلة. حلاقة المصحف ما يقدرش، عارف أنت البتاع اللي بتحدد بيها الصفحات في المصحف لو كانت حرير مش مشكلة، يبقى يحل، واضح؟ كذلك خيط الميزان، في بعض الموازين بيحطوا فيها خيوط دقيقة أوي كده، موجودة زمان، كانت موازين قديمة، كانت تعتمد على الخيوط. خيط الميزان ماشي، مش مشكلة، ولو كان اللي هيستعمل ميزان راجل. وخيط المسبح، خيط المسبح لأنه ما بيتقطعش، إنما ما تجيب مسبحة وتخيطها بغير الحرير، يتقطع بسهولة. فلو كان الخيط المسبحة يستثنى. طب والشوارب بتاعة المسبحة فيها خيال، فيها تفصيل، الشوارب اللي هي ايه تبقى طالعة من المسبحة كده بتاع كده شوارب كده طالعة. هنا بقى اللي دي اللي فيها تفصيل، قال لك لو كانت الشوارب دي هي امتداد خيط المسبحة فتحل، إن كانت من غير خيط المسبحة فتحصل، إن كانت المسبحة لرجل. كل دي تفاصيل لطيفة علشان تتعلم الحس الفقهي. أنا عايز ليه أنا برتب معاك الحاجات دي؟ أنا عايز مش تحفظ الكتاب، أنا عايزك تبقى فقير. عارف أنا لو اعتمدت على دراستي إن أنا أحفظ، أنا كنت الحاجات دي كلها نسيتها من 100 سنة. لكن أنا أحب أفهم الكتاب، وبعد كده تعبر عنها زي ما أنت عايز بقى. طيب، في حاجة اسمها الدوايا، كان زمان بيكتب بالريشة. يوم يغطس الريشة في الحبر وبعدين ايه يكتب الحبر ده، لو حطه في الدوايا من غير ما يحط قطعة قماش تشرب الحبر، يوم لو وقع يقع على الدفتر يبهدل لك الدفتر ويضيع الحبر ويوسخ هدومك. فكانوا يعملوا ايه الناس زمان؟ يقول لك يحط ليقة. سمعت عن الليقة دي؟ ليقة دي عبارة عن قطعة حرير طبيعي منسوجة تحطها في الدواية، تحط الحبر عليها تشرب الحبر، تقوم لما تحطها في الدواية تعمل كده ما يوقعش الحبر، وتقوم تجيب بعد كده الريشة فيها تغطسها تكتب زي ما انت عايز، وتحط قافل الدواية حاططها في جيبك ما يوقعش على الحبر عليها. دي اسمها ليقة. اسمها ايه الليقة؟ حوار الحديث عن الرسول ان كان ضعيف الاسناد قال فيه ألق القلم وعور الميم. كان بيقول المعاوية بن أبي سفيان كده كان من كتاب الرسائل للنبي، كان يقول له ايه ألق القلم، يعني ايه؟ يعني عوسه في الليقة عشان ياخد حبر كويس، وعور الميم يعني كبرها علشان تتطرح، بس ايه ما تبقاش باينة انها خط مستقيم كده تبين الميم. يعني النبي كان بيعلم الخطاطين ازاي يخططوا، وأوردت اسمها ألق الريشة أو القلم. ألق جاية ايه؟ يعني يلمس الليقة. فهذه الليقة حرير تستثنى من الحرمة ويستعملها خطاط رجل، مش مشكلة. خدت بالك؟ ليقة توضع في ايه؟ في الدواء. وكذلك ستارة الكعبة، يجوز ستر الكعبة بالحرير لتعظيم حرمته، واضح؟ وكذا قبور الأنبياء بالإجماع لعظم حقهم. يعني ممكن تيجي على قبر النبي كده تحافظ عليه ستارة من حرير. طيب، وهل قبور الأولياء أيضا؟ خلاف، وقال بعضهم ويلحق بها قبور الأولياء، واضح؟ كل دي تفاصيل مهمة تاخد بالك. طيب، بيقول لك كمان ومتى يحل الحرير بقى لمن يحرم عليه؟ ويحل للرجال
لطفه للضرورة. مديلك يعني صورتين للضرورة هنا، كحر وبرد مهلكين. مهلكين يقصد مضرين يعني، ما تستناش يعني برد يبقى ايه مش هيقتلك يعني عشان تستعمل، لا لو هيضرك كمان. ما عندكش غطا اللي هو حرير والبرد داخل عليك وهيجيلك دور سكان، اتغطى بيه بقى، واخد بالك؟ طالما ما عندكش غطا غيره. وكذلك حر شديد وانت ما عندكش الا صوف يا حرير، يا صوف يا حرير، والدنيا حر شديد، امشي بقى عريان ولا البس صوف في عز الحر ويجي لي حمونين. فهمت ازاي؟ يبقى في الحاله دي ده لمن لا يجد غير هذا. وكذلك لستر عوره في الصلاه. انا ما عنديش الا ثوب واحد بستر بيه عورتي في الصلاه، بصلي بيه. وزوجتي عندها ثوب حرير. دخلت البيت عايز اصلي لقيت زوجتي غسلالي الثوب اللي انا بصلي فيه. ما عنديش غير. ممكن البس انا الثوب الحبيب بتاع زوجتي استر بيه عورتي واصلي فيه. واضح؟ يبقى لستر عوره في الصلاه. اذا لم يجد غيره. وكذا الأبرم اللي عنده جرم أو مرض جلدي لا يتحمل القماش المنسوج المعتاد، عنده مرض جلدي لا يتحمل المنسوج المعتاد، عنده إكزيما جلدية، يجي يلبس كتان يجي له هرش، حك يجي يلبس صوف يجي له هرش، يلبس قطن يجي له هرش، يلبس حرير ما يجيلوش الهرش، يبقى يلبسه بقى للمواليد، واخد بالك؟ والنبي أجاز لبس الحرير لاثنين من أمة رجال، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومين تاني؟ وسيدنا الزبير بن العوام. أجاز لهم النبي لبس الحرير فهو حلال لهم دون سائر الرجال. لعذر يعني؟ قيل لعذر وقيل أن النبي استثنى. قيل لعذر وقيل أن النبي له أن يستثني من شاء من أمته بما شاء من الأحكام، لأن له تصنيف. واخد؟ فقالوا دي حاجات حديثة بحال لا يقاس عليها. لكن إحنا ما كناش نعرف إن عندهم مرض جلدي يعني. لما تيجي تعرف خيارهم ما كانش عندهم مرض جلدي عشان نقول كان عندهم مرض. بعض الناس لما لقوا إن النبي أجاز لهم الحرير كتبوا ربما لحكة في الجلد. ربما، لكن مش متأكدين، لكن الراجح أن النبي استثناهم بإيه؟ بهذا الحكم دون سائر أمته. طيب، ويحل للنساء لبس الحرير وافتراسه، خلاص دي سهلة بقى، المرأة تستعمله كده. الرجل له أن ينام بجوار زوجته اللي لابسة حرير. كويس؟ مش مشكلة. لكن ما يخش في الثوب تحت يبقى يحرم، لكن له ان ينام بجوارها وهي لابسه لبس الحرير، مش مشكله. ممكن يلمس وهي لابسه لبس الحرير، مش مشكله. واضح؟ ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه، ويحل للولي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين، لان قبل 7 سنين غير مميز. كويس؟ طالما غير مميز خلاص مش مشكله. ها؟ افتراشه لا ما ينامش الزوج، يعني هي فرشه الحته اللي تنام فيها بتاعتها، خلاص هي تنام عليه، هو ينام جنبها في الحته اللي مش مفروش. احنا في عندهم ممكن قالوا جائز على الارض. جائز لو على الارض؟ لا على الارض، يعني قالوا يوطى بالاقدام. اه للإثنين يعني، اما حاجه غير كده لا يجوز. الشافعي عندهم لا يجوز افتراشه مطلقا الا بقى للاعذار الجلديه، كان عنده مرض جلدي ولا حاجه. ويحل للولي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها، يعني الى سن التكليف، قبل بعد عند الاحتلام يمنعه. وقليل الذهب وكثيره اي استعماله في التحريم سواء. ما يقولش بقى انا لابس دبله ذهب ايه اصل وزنها ضعيف، دي حاجه بسيطه. لا، قليل الذهب وكثيره في الاستعمال في التحريم سواء. طب الفضه يجوز التختم بالفضه للرجل ما لم يزد عن ايه؟
عن مثقال، فإن زاد عن مثقال حرام. إيه هو المثقال؟ 4 جرام ونص، تقريبا 4 جرام ونص، يبقى إيه يعني فضة تخينة تقيلة كده يحكم للرجل. والبلاتينس من لم ينص عليه في وجع عند الشافعية وكذا، كل معدن نفيس، وهذا وجه مرجوح الفتوى على خلافه. فلو كان هناك معدن أنفس من الذهب له أن يلبسه، ولا إيه ولا تحريم يتعلق به. كلمة مرجوح في الفقه يعني مرجوح يعني أضعف، ليس الفتوى عليه، كويس؟ ليس عليه الفتوى يعني. وإذا كان، نيجي بعض التفاصيل بقى، وإذا كان بعض الثوب إبراي الثمن أي حريرا، وبعضه الآخر قطنا أو كتانا مخلوط بقى، كويس؟ نشوف لو كان الغالب حرير يحرم، لو كان 50% حرير فأقل يحل. سهل الحكاية. وإذا كان بعض الثوب إبريسما أي حريرا، وبعضه الآخر قطما أي أو كتانا مثلا، جاز للرجل لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا على غيره، فإن كان غير الإبريسم غالبا حل، وكذا إن استويا في الأصح. تملي خد بالك، كل فقهاء الشافعية المتأخرين أول ما يقول لك وكذا هيقول لك أمر بخلاف في المذهب، علامة حلوة. أول ما يقول لك وكذا يعرف إن فيها أوضه، اللي هيجي بعد كذا دي فيها أوضه، ودي حتة بسيطة تاخد بالك منها لما تقرأ كتب الشافعية. علشان كده قال لك إيه وكذا إن استويا في الأصح، يبقى مقابل الأصح. قال لو استوي ما ينفعش، لانه اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام على القعده. ها؟ معلش بيخالف القعده هنا للتيسير على الناس. وكذا ان استوي في الاصح، بس بشرط ان هما يكونوا ايه متخلطين مع بعض. متخلطين مع بعض. او مألم، ألم حرير وألم قطن، ألم حرير وألم قطن. فهمت ازاي؟ اقل تمشي طالما الالم اقل من 4 صوابع. واضح؟ العله من التحريم، كان علم من تحريم الحرير والذهب على الرجال. بعض العلماء قال لك ربما لنعومته وملاسته، وان هذا يليق بالنساء ولا يليق بخشونه الرجال، وان هذا يؤدي الى ليونه في الطبع لا تليق بالرجل ثياب لبس الحريم. لكن على اي حال هذه حكمه ليست وارده في الشرع، ده استنباط من الفقهاء. استنباط من الفقهاء، لكن احنا يكفينا نهي النبي. ايوه. هو في بحث علمي مفرده ان الذهب والرجل يلبسه غير النساء بتتصرف بعض الالام الذهب كدم الراجل وبيضره صحيا. ما هو دي كل الحاجات دي بقى، العلل الصحيه دي والحاجات دي كلها احنا ما نحبش نقولها ليه؟ لانه ممكن تبقى مش حقيقه علميه، يعني قالوها دلوقتي وبعد 10 سنين يكذبوها، فاحنا مش عايزين نلعب في الشرع الحلو. لكنها لطيفه، اسمها ايه، حاجات لطائف نحب نقولها لطائف، لكن ما نقولهاش حلو. فاذا كانت ديونا مولانا، فبعض الحديث الصناعي لا تميزه، اللي كنت انت رجل بس لو صناعي خلاص البس. بس هو اللي كان ديونه خلاص، ولو في قماش طلع الين من الحرير الطبيعي الجسم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سكت. سكت، والسكوت وقت البيان معناه الاكتفاء بالمبين. وما سكت عنه ماشي مع العقل. ما هو النبي قال كده، قال ما تركته عقل. العله غير معلومه كده. اه الراجع كده. العله غير معلومه. الراجع كده. صح، العله غير معلومه. وعشان كده عندنا ان ما نقدرش نقيس عليها كل قماش غالي الثمن او ناعم الملمس، ما نقدرش نقيس عليها. عشان كده الوجه اللي قال ان الاحجار الكريمه حرام لانها اغلى من الذهب، الوجه ده عند الشافعيه وارد لكنه مرجوح. مرجوح ليه؟ لان العله مش نفاذة المعنى، العله التنصيص، ان النبي نص عليه. واضح؟ وليس نفاذته. فناخد بالنا من الحته دي، وعلى فكره بيقول وكذا ان استويا في الاصح، يعني الاصح دليل ان في مقابل للاصح،
وهو صحيح أنه إذا استوي يبقى يحرم يغلب عليه التحريم، ولكن لما يكون مخلوط واستوي يبقى حرمة من الصغار، ولكن الحرمة من الكبائر يبقى حرير خالص. واضح؟ فدي نقطة برضه مهمة، لأن لما يختلط الحرمة تخف تنزل شوية عن الكبيرة لحد الصغيرة، فدي برضه نقطة تاخد بالك منها. يعني هيلبس واحد لابس قميص 70% منه حرير طبيعي و30% منه قطن، أو ده حرام، واللي 100% حرير حرام، بس ال 100% حرير حرام من الكبائر، وده يبقى حرام من الصلاة. واضح؟ دي نقطة برضه مهمة تاخد بالك منها. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يبقى لا يجوز برضه إيه؟ تكفين الميت الرجل إيه بكفن حرير. برضه. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. يبقى في 4 أشياء لازم نعملها للميت: نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. 4 حاجات مهمة. طب ال4 حاجات دي مفروضة بس فرض على الكفاية. يعني ايه فرض على الكفاية؟ يعني فرض يتعين على مجموعة مبهمة من المسلمين، مبهمة. انما فرض العين فرض متعين على كل واحد، على كل فرد. يبقى فرض الكفايه يعني يفرض على مجموعه غير معينه، ان قامت به سقط عن الاخرين. طب والقائم بفرض الكفايه تعين عليه، صار متعينا عليه. يعني احنا نقول مثلا ان علم تعلم الطب فرض كفايه في الامه. طب الطلبه اللي بتتعلم الطب بقى تعين عليه فصار متعينا عليه. تعلم الهندسه فرض كفايه للامه. طب واللي بيتعلم الهندسه بقى تعين عليه، وهكذا. يبقى فهمت ازاي؟ يبقى يتعين على القائم به وهو فرض كفايه في عموم الامه. فبيقول هنا ويلزم على طريق فرض الكفايه في الميت، يبقى المتحقق موته، يبقى الميت مش مجرد الراجل يغمو عليه تغسله وتكفنه وتدفنه وهو حي، ما ينفعش. وبتحصل والله، بتحصل كتير، بتحصل كتير. فيبقى لازم الميت يعني المتحقق موت، لازم التحقق من موت ايه المسلم عشان نقدر نعمل. ولو تعذر التحقق نتركه حتى يتغير. شوف قد ايه، لو تعذر التحقق نتركه حتى يتغير. مع بداية التغير نبتدي بقى خلاص اتأكدنا منه. إنما لو في وسائل حديثة لمعرفة الموت بتوقف النبض والرسم المخ البياني للمخ، يعني يسموه فلات كده، يبقى خط مستقيم ومفيش نفس ومفيش دورة دموية، واستمر الأمر هكذا 2 ساعة يبقى خلاص مات. عشان كده احنا تملي كنا لما نيجي نمر في المستشفى ونلاقي واحد مات نقول ايه؟ وينقل للمشرحه بعد 3 ساعات. واخد بالك؟ نكتب كده في التذكره. لان ممكن يبقى مهما كنت دقيق هو نفسه يكون خفيف قوي لدرجه مش قادر انت تدرك، لسه هو نفسه. وبتحصل ساعات في المستشفيات يستعجل الدكاتره ميت مات ويجي الراجل الحنفي يشيله يحطه في الثلاجه. يجي تاني يوم الراجل المغسل يفتح الثلاجات يلاقي الراجل بيوقف جوه وبيتكلم. والله بتحصل. يعني حصلت في المستشفى اللي انا شغال فيها 30 سنه 3 مرات. ايوه بتحصل. خدت بالك؟ وانا كنت شغال في مستشفى واحد. يبقى على جميع مستشفيات مصر الله اعلم اخطائيه كبيره. يبقى ما ينفعش اننا ايه نستعجل. ورسم المخ لما يكون وقالوا طلعوا اشعه لاحد الممثلين المصريين هنا
دخلوه في قبره وهو حي. صلاح حبيب. قالوا كده. وطلع فعلا لما فتحوا القبر لقوا ان هو على باب القبر ومتخشب كده وكانه ايه فاق، فلقى نفسه جوه القبر. قعد على الباب يخبط لحد ما مات، ما حدش سمعه. وبعدين مات على حاله. واخد بالك؟ يبقى كده ما ينفعش. ها؟ طب واحد زوم ثلاث سنوات. قالوا ماتوا دفنوه وعاد خبط لحد ما اتحول. شفت بقى كويس. يبقى يعني ده كان في حته فيها، يبقى احنا حقنا بقى نحط في الكفن صفاره او نحط له موبايل علشان يتصل لما يفوق. لكن على اي حال ما فيش داعي للشغلانه دي. غسل المخ لما يبقى خطر مستقيم، ده اللي بيحصل بيه وفاة بيزعل المخ. وفاة بيزعل يبقى خطر مستقيمة. بس الشرع لا يعترف بهذا، لازم ثلاث حاجات عند الشرع. وعلى تفكير هتبقى ضد درع العرب. الثلاث حوال في الشرع عشان يموت، يقول لك يتوقف النفس وتتوقف الدورة الدموية. وبتوع درع الأعضاء مش عايزين دي. عايزين نحكم عليه ميت والنفس شغال والدورة الدموية شغالة عشان العضو يفضل سليم. فدي أزمة الدكاترة اللي عايزين يشتغلوا زرع الأعضاء، عايزين ياخدوا الأعضاء من الإنسان وهو بيموت قبل ما يموت، كأنهم هيقتلوا. أنا شايف إنها حرام. أنا مذهبي كده ولا أشتغل فيها، وأنا جراحة وهي دموية على فكرة، لو اشتغلت فيها كان زماني ما قعدتش معاكم، كان زماني من عالية القوم. مش قعدت معاكم القعدة دي. كان زمان عندي عمارات ومستشفيات وشغلانة كبيرة بقى. يعني انا رفضتها حرام. انا عمري ما اشتغلت في زرع كده وارى انها حرام. وانا عرض عليا اشتغل فيها من 20 سنه ايام ما كنت يعني ما بقاش في جيبي 1000 جنيه وهيدوني 10000 جنيه في الشهر ورفضت. من 20 سنه دي 10000 جنيه دي يعني كانت حاجه بالنسبه لي كبيره قوي. 100000. فانا رفضت. العلاجات تنفس الصباح، بحيث ان لو فصل عنه يوم يقيمه هل ده يحقق بيه؟ لا، ده نغسله ويموت. لكن طب حلال ان احنا نغسله؟ حلال ان احنا نغسله. موت رحيم من امريكا. مفيش حاجه اسمها موت رحيم، لان احنا مش ارحم على المخلوق من خالقه. فدي اصلا ازمه في عقلهم، لانهم لا يؤمنوا بالغيب. فهم يظنوا انهم ارحم على البشر من رب البشر. لا يعترفون بان هناك رب رحيم. احنا نعترف ان الله رحيم، واحنا لسنا ارحم على البشر من رب البشر. وبالتالي الموت الرحيم هو القتل الايه؟ المبرر. يعني المبرر، يسموه قتل مبرر. مالناش دعوه. انت يائس من شفائه كطبيب، لكن ربنا قادر يشفيه. وبعدين ربنا يريد ان يمرضه، يريد ان يميته. انا مش مطلوب مني كطبيب ان انا اعالج اموته، يعالجه يموته. هي دي وظيفه الطب؟ وظيفه الطب لا، وظيفه الطب هي المحافظه على الحياه بقدر الطاقه والامكان. كويس؟ شفت مره عن الفتوى قال يعني نخلي الاسئله في الاخر. طب ممكن نخلي الاسئله في الاخر، وانا اجيب لك انا بقى ادله على تحريم الاعضاء لم يحصل لك على ذلك. أدلة من العقل ومن السياسة ومن الواقع ومن الطب، وأدلة من الشرع ومن القرآن. أعمل أنا عايز أعمل فيها مؤلف. تحريم مطلقا. لكن مش الوقت، هي حرام مطلقا عندي. ولو أخذت من كاف. كاف الحرب كده. ولو كاف الحرب. لأنه إنسان. بما فيها مقلة العين وكده يعني. كل ده حرام. انا مذهبي كده، انا ما بلتمكش بمذهب، بس انا مذهبي ده اللي حابب بيه ربنا. كويس؟ الشيخ سعراوي كده عنده فيديو. يبقى انا مذهبي زي الشيخ سعراوي رحمه الله ورضي الله عنه، ومذهبي زي مذهب السيد عبد الله الصديق الغماري ايضا شيخي، وله كتاب اسمه اعلام اهل الاسلام بان نقل العضو حرام، وهو مطبوع عليه. ولكن في ادله انا اجيب عليها اضعفها ادله وايده، ولكن جيب ادله فوق ادلته كمان. واخد بالك؟ فبعدين يبقى احنا هنا لازم ايه؟ ويلزم على طريق فرض الكفايه الميت يعني متحقق وفاته. يبقى لازم الميت هنا نتحقق وفاته الاول عشان يبقى ميت، وبعد كده اقوم بالواجبات بتاعته.
المسلم غير المحرم والشهيد أربعة أشياء: غسله لأن المحرم هغسله، وتكفينه والمحرم هكفنه لكن ما أغسلش رأسه، ولما أغسله ما أحطش كافور ولا طين، عشان كده استثنى المحرم. والشهيد مش هغسله، عشان كده استثنى الشهيد. وتكفينه الشهيد هدفنه في ثياب المعركة إلا إن لم تكن كافية لتغطية جسمه، فأستكملها بما يغطي باقي جسمه، لكن أخليه كما هو. عشان كده استثنى المحرم واستثنى الشهيد. المحرم إن كانت امرأة تكفن ولا يغطي وجهها وكفيها، إذا كانت امرأة، لأن تبعث يوم القيامة محرمة. والرجل يكفن ولا يغطى رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واضح؟ والصلاة عليه الشهيد، شهيد المعركة لا يصلى عليه، استثنى برضه. ودفنه، الدفن ليه واجب للكل، كل مسلم لازم يدفن سواء صلينا عليه أو ما صليناش. إن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما دفن. أما التعزية فهي سنة، وتغميد الميت سنة. يبقى أنت أول ما الميت بيموت بتغمض له عينه، لأن إيه؟ بتبقى عينه بحلقة كده شافت إيه؟ الروح وهي خارجة وموقعها من الجنة أو من النار في اللحظة دي، أتمنى يموت وهو عينه مفتوحة، فيبقى تغميدها دي سنة. ثم تربط اللحم اللي هو الفك، دماغ، حتى لا ينفتح بسبب ارتخاء العضلات، فايه؟ فيبقى شكله مشوه، فيبقى تربط. دي كلها سنه تخفف عنه الثياب اللي ميت فيها ان كانت ايه مقفوله عليه، تخفف عنه شويه. دي كلها سنه لكن مش فرائض. والتعزيه ايضا بعد الدفن دي برضه سنه. واضح؟ لكن انا بتكلم عن المفروض. أما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام، حربي كان أو ذمي. ما ينفعش أجيب واحد كافر وأنا عارف إنه كافر أصلي عليه وأقرأ عليه الفاتحة وأقول اللهم اغفر له وارحمه وأصلي على النبي، إذا كان هو كافر أصلا. إذا علمت، ها؟ إذا علمت لكن دخلت جامعة وما أعرفش إيه الطب. اللي دخلوه جامعة ده مسلم. إحنا بنتكلم واحد مسيحي، جارك مسيحي وأنت متربي معاه وحبيبك طول النهار، فما ينفع تصلي عليه؟ أو ده اللي احنا بنتكلم عليه، مش اللي دخل الجامع. انت ولا تقف على قبره. اللي دخل الجامع ده مسلم. مشاكل في اسلامه. مالك دعوة، شوف انت الناس. الشك لا يرفع الاسلام. هو مسيحي بس شكيت ان هو مسلم كان جاي. مالك دعوة لو شك. هو ماسك المصحف مثلا. لا، لو هو مش قايل للناس انه مسلم ما تصليش عليه، اما يقول للناس. انا وانا في ثانوي كان القسيس اللي في البدرشين كان اسمه شنودة، كان مسلم وكان ابنه معايا اسمه جد شنودة، دخل معايا كلية الطب ودلوقتي هو شغال في امريكا جد ده، واخد بالك، واتخرج يعني دفعة واحدة، وكان ابوه هو قسيس البدرشين، وكان هو بيلعب معايا كرة في المدرسة دفعتي، واخد بالك، وكان يقول لي ابويا ده ولا بيوعظ الناس في الكنيسة ولا بيعمل حاجة من بتوع المسيحيين، لكن ما كانش يعرف ان ابوه مسلم. كويس؟ ابوه ده كان قايل لراجل مبيض محارة في البدرشين ان انا مسلم بس انا مش قايل لحد، لما اموت صلي عليه موصيه كده، واخد بالك، حتى اولاده ولا مراته ما كانتش تعرف. لما مات شنودة ده جه الراجل في المسجد قال يا ناس يا جماعه ده في سر هيدولي بقاله 20 سنه، هذا الرجل مسلم واشهد ان انا كنت ببيض له بيته ووجدت سواك ووجدت مصحف ووجدت بعض كتب التفسير، فلما وجدتها واجهت بيها فقال لي اكتم عليا وانا مسلم، ولما اموت يبقى صلي عليا بس ما تقولش لحد. وانا كتمت هذا الموضوع لحد ما عرفت انه مات صلوا عليه. صلينا على شنودة ده في الجامع صلاه الغالب، واخد بالك ازاي؟ كانوا دفنوه اهله عشان الفتنه، اهله دفنوه، واخد بالك، ده احنا عرفنا بقى انه مسلم خلاص، عرفنا انه مسلم. لكن لما يبقى ميت على غير الاسلام يحرم الصلاه عليه. كويس؟ كان في اشاعة عن بعض الكروب. اما الميت ثلاث كتير كتير اشاعات، لكن احنا مش متاكدين. واما الميت الكافر فالصلاه عليه حرام، حربيا كان او ذميا. طب اختلط مسلم وكافر،
في حرب في معركة في كثرة أموات، واخد بالك؟ يبقى نعمل ايه؟ هنصلي عليهم كلهم ونقول اللهم اغفر للمسلم منهم، اللهم ارحم المسلم منهم، اللهم اغفر للمسلم منهم، ونخلص الصلاة ونكرم الكل ونغسل الكل ونكفل الكل. واضح؟ يبقى لو صلت مسلم وكافر هنصلي عليهم كلهم احتراما للمسلم. مكتوب هنا مولانا عربيا كان او ذميا. نعم؟ لا هي حربية. حربية. حربيا كان او ذميا. ويجوز غسله في الحالين، لكن التغسيل مش مشكله. افرض جارك وعايز تغسله ومتربي معاك من الصغر، اغسله، عايز تكفله كفله، لكن ما تصليش عليه، ما تكفلوش بعقاب المسلمين. فهمتني بقى ازاي؟ لكن العواطف الانسانيه مش مشكله. ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذمي ودفن وفاء بذمته، ومثل المؤمن والمعاهد. المؤمن اللي هو زي السياح جايين هنا في بلادنا مؤمنين، معاهم ايه؟ تأخير الدخول وإقامة، بس مؤمن زي السياح دلوقتي في العصر بتاعنا، أو سفراء الدول غير الإسلامية، كل دول اسمهم مؤمنين. وكذلك المعاهد اللي بيننا وبينهم عهود دولية، يجوز يجب في الحالة دي تكفين الذمة ودفن، يجب في الحالة دي وفاء لذمته ويلحق به المؤمن والمعاهد دون الحرب والمرتد. الحرب لا، مش واجب. طب افرض اتفقنا في الاتفاقات الدوليه لما تكون حرب ان كل دوله تدفن الموتى اللي عندها، ندفن، مش مشكله. يبقى ده مش على سبيل الوجوب الشرعي، ده على سبيل بقى ايه؟ الاتفاق الانساني، لكن مش على سبيل الوجوب الشرعي. واضح؟ والمرتد وكذلك المرتد لا يدري في حقهم، لكن نفرض حبينا نسلم نسلم بس مش بقبل المسلمين وما نصليش عليه. واضح؟ لو حبينا، لكن ما حبيناش نسلم ونسيبه عبره لمن يعتبر، سيبه ان شاء الله، سيبه في مزبله عشان الناس تمر عليه كده ويشوفوه لما يتجيف يبقى زي الحمار، فهمت ازاي؟ عبره لمن يعتبر. شفنا ان الطريقه دي هتؤدي الى انتشار اوبئه وان هتعمل روائح كريهه في المنطقه. فجات وزاره الصحه قالت لا يا جماعه ما تسيبوش الجثث تتجهز، تدفنوها، تقول لهم حاضر ادفنها. بس بسيط المساله، مش ايه، مش قوانين يعني قاسيه، عقائد هي. واما المحرم اذا كفن فلا يستر راسه ولا وجه المحرمه، واما الشهيد فلا يصلى عليه. شهيد المعركه مع الكفار، شهيد المعركة مع الكفار، إنما شهيد معركة مع المسلمين يسموه بغاة يصلى عليه، حتى لو ولا يطلق عليه شهيد في الدنيا. طب وشهيد الآخرة؟ الله أعلم، مش كل واحد بلطجي يموت يبقى شهيد، زي ما عملوا كده في الثورة، كل واحد بلطجي شبيحة يموت يبقى من الشهداء. ما ينفعش كده، ده تلاعب. الشهيد اللي بيموت في غير المعركه مع الكفار لابد من الاطلاع على نيته عشان نقول عليه شهيد، ولا اطلاع على نيته يبقى تقدرش ننزل باب الشهيد. يبقى في الحاله دي هناخد نكفنه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ونغسله. انما شهيد المعركه مع الكفار هو ده اللي احنا هنحكم عليه، يبقى شهيد دنيا واخره. دنيا عندنا احكام الشهيد في الدنيا ولا هو احكام الشهيد في الاخره. ده شهيد دنيا، لكن في شهيد دنيا دون الاخره. شهيد دنيا دون الاخره، اللي هو مات في معركه الكفار وكان نيته مش خالصه لله. مات مسلم ومات مع الكفر في معركه مع الكفار، ولكنه مات وكان غالا في الغنيم، خائنا في الغنيم، او كان يقاتل لا لتكون كلمه الله العليا، بل كان يقاتل من اجل الحميه، من اجل الشجاعه. يبقى ده معامله الشهيد، لانه في الظاهر هو شهيد. يعني مش هنغسله ولا هنصلي عليه ونكفله في ثوب وندفنه، يبقى ده شهيد دنيا فقط. طب في بقى شهيد اخره دون الدنيا، يعني له احكام الشهيد في الاخره لكن في الدنيا ملوش احكام الشهيد، اللي هو ميت بالمقطون وصاحب الحرق والهرم، واللي ميت في طلب العلم، وابن السبيل لما يموت في غربه، والمراه التي تموت في جمع، يعني تموت وابنها بطنها او ميته في النفاس،
او مات في الغرق غريق، كل دول شهداء. كل الموت مبطون من الهدم. كل دول دول شهداء في الاخره بس. لهم ثواب شيء في الاخره، لكن في الدنيا ملوش حكم الشديد. يعني نغسلهم ونصلي ونصلي عليهم وكل حاجه ونشوف كلمة كده. واضح؟ يبقى هنا اما الشهيد فلا يصلى عليه، يبقى القتال البغاة لا يسمى شهيد. واضح؟ في قتال البغاة يعني زي ما قامت الثوره، مسلمين ضد مسلمين، مسلمين مظلومين ضد مسلمين ظلموا. ده اسمه قتال بغاة. ما نقدرش نقول عليهم شهداء. أكثر من نيته على كلمة الله؟ في الآخرة لا، ربنا بنيته. لكن إحنا مش هنقول عليه شيء، مش هنعمل معاه شيء. ده مسلم مقتول، ناخده ونكفنه ونغسله ونصلي عليه ونكفنه ونترحم عليه. وخلاص. فهمتني بقى؟ كنا هندي للمقتولين تعويض وما نجراش حاجة. لكن إحنا ما نطلقش عليه لقب كلمة شهيد. زي ما بيقولوا شهداء الألفص. أيوه بيقول لك شهداء كل حاجة. يبقى هنا ايه؟ واما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره المصنف بقوله واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. يحرم في الشهيد تغسيله ويجوز في السقط تغسيله، لان قال لك الشهيد والسقط الاثنين دول لا يغسلان ولا يصلى عليهم. طب لا يغسلان يعني يحرم تغسيله في الشهيد. كويس؟ ويجوز في السقط. السقط اللي هو نازل من بطن امه قبل ما يكتمل الحمل بتاعه ولم يستهل صارخا. يسموه السقط. وبان فيه علامات خلقة الآدم. عشان قلنا ده السقط. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما احدهما الشهيد في معركه المشركين وهو من مات في قتال الكفار بسببه. بسبب ايه؟ بسبب القتال. الهائنه تقول على القتال. سواء قتله كافر مطلقا او مسلم خطا او عاد سلاحه اليه، يعني يضرب الكافر كده فراح السلاح بتاعه رد عليه قتل، يبقى شهيد برضه. واخد بالك؟ أو عاد سلاحه إليه أو سقط عن دابته أو نحو ذلك، فإن مات بعد انقضاء القتال ببراعة فيه يقطع بالموت منها فغير شهيد في الأظهر، والظاهر أنه شهيد بالسراية، مات بالسراية. يعني إيه؟ يعني جرح في المعركة ثم مات بنفس الجرح ده، لكن بعد انتهاء المعركة بأسابيع في المستشفى. واضح؟ يبقى برضه شهيد في مقابل الأظهر. له حكم الشهيد. لكن هو شهيد عند الله، ممكن يبقى شهيد عند الله، لكن احنا بنتكلم الاظهر ان احنا مش هنعامله معامله الشهيد في الصوره دي، يعني هناخده من المستشفى نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. اللي هو جاب مجروح من المعركه دخل المستشفى، عمل عمليه مات فيها. مش هعامله انا بعامله شهيد المعركه. هاخده واغسله واكفنه واصلي عليه، واخد بالك، وادفنه. واضح؟ ادي معنى فغير شهيد، يعني هي في الحكم. لكن مش في المنزله، ربما يبقى شهيد في المنزله عند الله. مش دعوه بقى. بنتكلم علينا، الواجب علينا هنا. نعم. لو رجع جريح وفضل ايام. ما هو نفس الحكايه، فضل ايام بتاع في المستشفى اسبوع اثنين ثلاثه، نفس الكلام اللي بقوله. مش هنعامله معامله بقى الشهيد في الارض. هو المصاب باصابه خطيره. حتى مصاب باصابه خطيره طالما ما ماتش في المعركه واتنقل مجروح. ثم مات بالسراية، يسموه مات بالسراية، يعني سار الجرح فيه إلى أن مات ولم يبرأ. كويس؟ يبقى لا يعامل معاملة الشهيد، لا يغسل ويكفن ويدفن ويصلى. وكذا لو مات في قتال البغاة أو زي الربيع العربي. ده اسمه قتال بغاة. واضح؟ أو مات في القتال لا بسبب القتال. برضه. يعني لو مات في القتال لا بسبب القتال، جاله سكتة قلبية وهو نايم مثلا، أو كل أكلة جاله تسمم إزاي ومات، خلاص يبقى برضه مش هيعامل معاملة الشهيد، يعني هنحن نغسله ونكفنه إيه ونصلي عليه ونكفنه.
والثاني في النوع الثاني بقى اللي هو برضه لا يغسل ولا يصلى عليه. السقط الذي لم يستهل أي لم يرفع صوته صارخا، فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. يعني واحدة امرأة ولدت نزل عيل ميت، ده هنفضل نعمل فيه ايه؟ ده مش هنغسله على مذهب الشافعي، هنلفه في حته خرقه ونتفل ما يتصلاش عليه، نزل ميت واضح وابن 9 شهور مش هنصلي عليه، ده مذهب الشافعي، ونعمل فيه ايه؟ نلفه في حته خرقه يعني نكفله ونسينه، لكن لا هنصلي عليه ولا هنغسله. واضح؟ طيب في وجه عند الشافعيه كالحنابله، وهو ان ظهرت عليه علامات الخلقه، خلقه الادمي، يغسل ويكفن، وهل يصلى عليه ولا لا؟ برضه وبين يعني هما بالاتفاق اذا بان عليه علامات الادمي في المذهب الثاني يغسل ويكفن ويدفن. هل يصلى عليه؟ قال لك ما يصلاش عليه برضه الا ان يستهل طريقه. فان استهل طريقه بكى وبكاء واحد وبعدين مات، خد نفس من هواء الدنيا وبعدين مات ولو لحظه، يبقى خلاص حكم الكبير. نعمل فيه الاربعه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونسكنه. يعني يحسب من صلى عليه؟ يحسب من صلى عليه؟ لا ما يحسبش ولا حاجه، لا يحسب، لا يحسب، بس مش واجب عليه، لا غير مقصر. بس ويسمى سيدي يسمى ممكن تسمينه يا باشا. والسقط الذي لم يستهل اي لم يرفع صوته صارخا، فان استهل صارخا او بكى فحكمه كالكبير. والسقط بتسليل السين، سقط وسقط وسقط يعني معنى تسليس السين، الولد النازل قبل تمامه ماخوذ من السقوط. ونقف على تفصيل الميت بقى المره دي. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على اللباس وعلى مقدمة على مقدمة ايه ما يجب للميت. بعد كده نمسكها الأربعة بقى نتكلم عليهم المرة دي. كنا بنعمل عمل بعض الناس عاوزين يتعلموا تغسيل الميت. تغسيل الميت انا هشرحها لك كأنها عمل ان شاء الله. لا كأنك شايف الميت قدامك ولا تفرق معك مولانا. ايوه في قاعده اصوليه في النهي في ال وهخليك وادخله لك قدامك كاننا في المقبره. لا تفرق. نجيب ميت حقيقي بقى من غير ما نجيب. انا ما احنا ربنا عمل لنا عالم الخيال، خلق لنا ايضا عالم اسمه عالم الخيال وهو اوسع من كل عالم، فاقدر ان انا اصوره لك فتتخيله فكانك رايته بعيد من خلال عالم من العوالم التي خلقها الله وهو عالم الخيال وهو اوسع العوالم. ده الامام محي الدين ابن عربي ليه كتاب مالفه في الخيال بس عالم الخيال، ده عالم كبير قوي. ايوه النهي في العادات الاسلاميه المخلوقات النهي في العادات والنبي صلى الله عليه وسلم حاجه في العادات ان كان في العادات غالبا تبقى للكراهه، يعني كونها في العاده وليست في العباده دي قرينه. قلنا ليه الحديث من حرام من الكبائر وهو من العادات؟ لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله تشبه في النساء لانه اباحه للنساء، فلو لبس الرجال تشبه بالنساء والتشبه بالنساء من الكبائر مش كده برضه؟ بس ايوه حضرتك بقول يعني الناس الدم ليس بعضو، الدم ده فضلة متجددة زي الريق، حكم الريق، حكم اللبن. والدم صاحبه متجدد. الدم متجدد وليس عضو. عايز اوصل كده يعني والدتي عايزه تسلم لها كده وانا عشان عايز عندي اثنين. خلاص امشي على مذهب المرجوح انها يجوز زرع العضله، انت لازم تمشي على مذهب تحط، لكن انا رايي ان كده حرام. هل يغسل الخائن الجاسوس ويصلى عليه؟ هذا هو مسلم. ما هو الخيانه كبيره بس مش كفر. الخيانه كبيره من الكبائر. هل عامل معامله المنافق مثلا؟ والمنافق بيقول لك ان غسله ايام الصحابه بنصلي عليه، هو النبي منهى عنه.
عن لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش يقوم يصلي عليهم بس لكن ما نعيش الناس. واعلم سيدنا ابي ذر سيدنا حذيفه كان سيدنا حذيفه برضه كان الصحابه يشوفوه كده في الجنازه هيصلي ولا مش هيصلي، لو صلى يصلي فصلاه ينصرف ويشوفوا الناس بتصلي. ما رايك في المريض المايوس من شفاه هل نتركه يموت ام لا؟ هو انت اصلا لما تقعد جنبه هتمنع موته يعني؟ حل عنه يا عم هو يعيش، لا انت كابس على نفسه مش عارف يعيش منه. اه ياخد الاسباب براحته. هل يجب على المريض الميؤوس من شفائه ان ياخذ باسباب العلاج وهي ميؤوس فيها ولا لا؟ ده السؤال. هو السؤال يجي كده مش يجي بالطريقه دي. ماليش دعوه هو لازم يعرف زي ده. لا يجب اصلا الاخذ بالعلاج الميؤوس منه، واخد بالك ازاي؟ لا يجب بل ولا يستحب. واضح؟ فان راح للاطباء قالوا له المورد ده لا علاج له عندنا، ما ياخدش علاج، ما يروحش حته ثانيه. يقولوا برضه ما يجيبش علاج، يقولوا ما فيش ولا اي علاج، يقولوا والله العلاج ده سهل جدا لو خدته يتعدى المرض. يبقى في الحاله دي ما ياخدش علاج وعلاجه ايه يا رب؟ وعلاجه يطعم المساكين. ده هو مرات الصلاه في وسائل اخرى للعلاج غير الاطباء. خدت بالك؟ هل اتخذتم الذهب فقط محرم دون لبس الاشياء الاخرى؟ الذهب بس كمعدن، واحنا قلنا المعدن الذي يليه اللي هو الفضه يجوز ولكن بغير اسراف، وحد السرق الا يزيد عن مثقال، واضح اللي هو 4 جرام وربع. لبس الحديد خاتم الحديد مكروه للرجال لانه زينه اهل النار لكنها مش حرام. واخد بالك؟ اي معلم ثاني ما يجراش حاجه يلبسه. الاساور بيقول لك يلبس غويشه. ان كان في عصر من العصور الغويشه دي زينه النساء يبقى فيها تشبه بالنساء. ان كان في عصر من العصور دي زينه الناس الاقوياء زي زمان كان الناس الاقوياء يلبس كده اسوره عريضه هنا يبقى ده شبيه السين. يبقى خلاص يلبس. ولكن لما يجي يتمضى ياخد باله من الميه تدخل على اللحم اللي هو مغطيه والجلد اللي مغطيه بس، يبقى بتختلف باختلاف الازمان. اتفضل. هل لبس الاشياء الاخرى السلاسل والرمل والفضه حلال ام الخاتم فقط؟ اذا كان لبس السلسله في الرقبه زينه النساء في عرف من الاعراف يبقى لا يتزين بها لان يبقى تشبه بالنساء. اي حاجه فيها تشبه بالنساء ما يعملهاش. واضح؟ لان اسئله جابتها رقبه. دبوس الكرافات الذهب والساعه حرام. دبوس الكرافات الذهب والساعه الذهب والقلم الفركر الذهب كل ده حرام. ما الحكم اذا انقطع المطر اثناء الجمع بين صلاتين؟ اذا شرعت الصلاه والمطر نازل وانعقدت ركعه يستمر في الصلاه. اذا لم يكمل ركعه هتبقى نافله وخلاص اذا كان الجمع بغرض المطر. ايوه. لا ما تقولش دفن. لكن يستحب دفن لاسباب اخرى طبيه بقى. لاسباب بيئيه. لا مش اسباب شرعيه يعني الشرع هيكلفك فوق طاقه. واخد بالك؟ لكن لو كانت البيئه هتبقى فيها تلوث فالمحافظه على البيئه شيء مطلوب. هل يجوز ان ينوي ان يصوم صيام قضاء وينوي معه يوم عشر؟ ايه احنا قلنا يجوز جمع النيتين بس ان كان هيجمع معها نيه صغيره يبقى يبيت النيه. قلنا دي نظام على مذهب المالكيه والشافعيه. اما عند الاحناف فلا بد ان يفرد نيه كل واحده لوحدها. الصلاه على الراحل هل يشترط فيها مسافه واتباع؟ لا، الصلاه على الراحله اللي هي وسيله المواصلات يعني لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا يشترط فيها مسافة القصر، ولكن بشرط ان هو يصلي النوافل دون الفرائض. سهلة بس. طب لو هيذيع الصلاة ينوي الجمع ما ينفعش يصلي الفرض الى غير القبلة وهو جاهز لم يفعل النبي اصلا. هو امبارح كانت العربيات كان واحد صلى المغرب واحد هيكون صلى المغرب. دي حساب له نافله لكن هو عرفت عليه صلاه المغرب حقه يصليها النهارده. واخد بالك؟ ما ينفعش.
البلوغ التي بالنسبة للأولاد والبنات. سن البلوغ. سن البلوغ. البلوغ له علامات. الحيض في المرأة والاحتلام في الذكر. فإن لم يحتلم أو لم تحض يبقى علامات الأنوثة إن ظهرت فيها. واخد بالك؟ بانت فيها علامات الأنوثة. يعني كبر ثدييها، بانت فيها علامات إنها بقت امرأة خلاص. وكذلك الرجل الصبي لم يحتلم لكن طلع له شنب، طلع له لحية. خلاص يبقى احتلم، يبقى بلغ سن التكليف. إن لم يظهر له لحية ولا شارب، وإن لم تظهر فيه علامات الأنوثة فبلغ بالسن 15 سنة عند الأحلام. يبقى صار مكلفا. حتى لو لم يصب منه يطلع له لحية ولم يظهر في على المرأة علامات الأنوثة يبقى 15 سنة كويس. وهي متروكة عند السفعية للعرف العام. يعني ايه؟ يعني نشوف غالب اهل البلد في المكان ده بيصلوا لسن البلوغ في سن ايه؟ ونحكم له بالبلوغ. في مصر مثلا الولد من 11 ل 12 سنة بحد اقصى 13 سنة يكون خلاص. مش كده برضه؟ والبنت من 11 ل 12 سنة بيجي لها الحيض. في بلادنا كده تروح في السودان شوية تلاقي 10 سنين، تروح قرب خط الاستواء تلاقي 9 سنين تحيض. يبقى تختلف من مكان لمكان وهكذا. والله تعالى اعلم. عشان كده احنا عندنا ايه؟ العدم محكمة في المستهزئ. جزاكم الله خيرا. يا رب كنا عايزين نغسل مية النظر السيدة. ده هو. نغسل طلوب نغسل مرة. حتى نتحقق موته.